ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ونستأنف مع إخواننا الكرام ما ابتدأناه في أسبوعنا الذي مضى من الكلام على أسماء هذا العلم المبارك، وكنا قد انتهينا من الكلام على الأسماء الشرعية لعلم التوحيد، ثم الكلام في هذا المجلس بمشيئة الله تعالى على الأسماء التي أطلقها أهل البدع عليه، ثم نمضي بعد ذلك في الكلام على مبادئ هذا العلم. قال المصنف: وعلم الكلام والفلسفة أسماء بدعية ذميمة. وعلم الكلام والفلسفة أسماء بدعية ذميمة. علم الكلام وهذا المصطلح الذي أطلقه من سموا بالمتكلمين في تاريخ المسلمين، وهؤلاء المتكلمون سموا علم العقيدة وعلم التوحيد بعلم الكلام، وللتمثيل على أنهم اعتبادوه كتسمية لهذا العلم الشرعي الشريف ننقل قول الغزالي رحمه الله: إني ابتدأت بعلم الكلام فحصلته وعقلته وطالعت كتب المحققين منهم وصنفت فيه ما أردت أن أصنف فصادفته علما وافيا بمقصوده غير واف بمقصوده. الشاهد من كلامه أنه ذكر اسم علم الكلام علما على التوحيد، ومثله ما قاله الآمدي في كتابه غاية المرام، قال: وأشرف العلوم إنما هو العلم الملقب بعلم الكلام. أشرف العلوم والعلم الملقب بعلم الكلام، وهذا زاده وضوحا فقال: الباحث عن واجب الوجود وصفاته وأفعاله. واجب الوجود عندهم يطلق على ذات الإلهية، على الله جل وعلا. إذن بان لك أنهم في القديم يستعملون هذه التسمية ويطلقونها على علم التوحيد، وهم كذلك في الحديث. فالشيخ محمد عبده في رسالته التوحيد يقول: علم الكلام هو علم يبحث فيه عن وجود الله تعالى وما يجب أن يثبت له من صفات وما يجوز أن يوصف به وما يجب أن ينفى عنه إلى آخر كلامه. فهذا يدل على أن هذه تسمية شائعة عندهم من قديم وإلى يوم الناس هذا. وأعرفهم في موضع آخر من رسالته فقال: هو تقرير العقائد وما جاءت به النبوات. هذا هو علم الكلام عندهم. حين ذكرنا التسمية المشروعة أو التسميات المشروعة المستحبة لعلم التوحيد، ذكرنا ارتباطا لها بكتاب ربنا وسنة نبينا وقول وعمل أسلافنا رضي الله تعالى عنهم أجمعين. فهل لنا أن ننسب هذه التسمية إلى أولئك السلف الصالح؟ هل جرى اسم الكلام على علما على علم التوحيد في لسان أسلافنا الصالحين؟ يبدو أن هذا لم يكن ولم يحصل منه شيء، بل الواقع ذم هذه التسمية وذم من طوت عليه. الواقع أن المنقول عنهم رضي الله تعالى عنهم أجمعين أنهم ذموا هذه التسمية من حيث هي تسمية، ثم زادوا نقدا وانتقادا لمنهج هذا العلم ولطرائقه ولأصوله
ولقواعده ولمآخذه، وكان نهيهم عنه شديدا. فماذا يقول المتكلمون المجانبون لمنهج أهل السنة والجماعة في سبب هذه التسمية؟ لماذا سموا هذا العلم بهذه التسمية؟ أجاب بعضهم فقال: إنما سمي هذا العلم، وهو علم التوحيد، سمي بعلم الكلام، قال: لأن أظهر مسألة وقع فيها الخلاف وكثر حولها النزاع هي مسألة كلام الله تبارك وتعالى. فلما صار البحث في كلام الله عز وجل من أكثر هذه المباحث طولا واستغراقا وأخذا وردا ونقاشا وجدالا، سمي العلم باسم هذا المبحث من باب تسمية الكل باسم جزء من أجزائه، باسم جزء من أجزائه، هكذا قال. وبعضهم قال: إنما سميناه كذلك لأنهم كانوا يصدرون مباحث هذا العلم بقولهم: الكلام في كذا، الكلام في صفة العلم، الكلام في صفة اليد، الكلام في صفة الوجه، الكلام في الوحدانية، وهكذا. كانوا يترجمون لمباحث هذا العلم بقولهم: الكلام في كذا. فلأجل هذا أطلق اسم علم الكلام. وهذا فعله كثير ممن صنفوا على طريقة المتكلمين كالأشعري وكالقاضي عبد الجبار. القاضي عبد الجبار رأس من رؤوس المعتزلة، والإمام الأشعري معروف أنه مر بأطوار ثلاثة: طور اعتزالي، وطور تبنى فيه منهجا يحاول فيه أن يلفق بين مذهب المعتزلة وبين ما عليه أهل السنة، ثم الطور الأخير هو الذي انتهى إليه ومات عليه، وهو الذي كتب فيه كتاب الإبانة عن أصول الديانة، حيث أعلن فيه رجوعه إلى مذهب السلف جملة وتفصيلا. يعلل بعضهم هذه التسمية فيقول: إنما أطلقت هذه التسمية على هذا العلم لأن تقرير مباحثه يحتاج إلى طول كلام وأخذ ورد ونقاش وجدال وإفحام، لهذا سميناه أو أسميناه بعلم الكلام. ويحاول بعضهم أن يعطيه نسبة صحيحة قوية فيقول: إنما سمي كذلك تشبيها لأثره في القلب بالكلم، والكلم هو الجرح، الكلم هو الجرح، فكأنه لقوته وشدة آثاره في القلب، أو كأنه لوثاقته وقوة أدلته العقلية يؤثر في القلب أثرا كالكلم، وهو الجرح. وهذا ما مال إليه التفتازاني من الماتريدي. وبعضهم يقول: بل هو يكسب المتكلم قدرة على الجدال ومحاججة الخصم والمعاند بطريقة تقيم الحجة وتدفع الشبهة، فكأنه يحقق قدرة لهذا المناظر في مسائل العقيدة على إثبات هذه المسائل وتحريرها. هذا حاصل ما قاله المتكلمون في سبب هذه التسمية وفي تعليلهم له، هذا ما انتهوا إليه وما ذكروه وما صنفوا تحته هذا العلم. ونحن نبادر فنقول: إن أسلافنا الصالحين عرفوا هذا الكلام فذموه، ولم يعدوه علما ولم يقبلوه، ومن ذلك قول أبي يوسف تلميذ أبي حنيفة رحمهما الله تعالى، حيث قال: العلم بالكلام هو الجهل، العلم بالكلام هو الجهل، والجهل بالكلام هو العلم،
وإذا صار الرجل رأسا في الكلام تزندق أو قيل زنديق، تزندق أو قيل زنديق. شيخ الإسلام رحمه الله تعالى يقول: وصار الجدال في علم العقائد يسمى كلاما، الجدال والمناظرة عند هؤلاء صار اسمه كلاما. هذا ما عند القول، فماذا عند أهل السنة؟ أهل السنة يقولون إنما يسمى كلاما لاعتبارات أخرى وهي مذمومة. هؤلاء حاول أن يقيموا اعتبارات وأن يعتبروا أن هذه المآخذ مآخذ مشروعة. أما أهل السنة فقالوا لا، بل سمي كذلك لأمور مذمومة منه، أنهم تكلموا فيما سكت عنه الصحابة والتابعون، وأقدموا فيما أحجم عنه السلف الصالحون، فصارت هذه التسمية مذمومة بذم ما أقدم عليه هؤلاء المتكلمون، حيث تكلموا فيما ينبغي فيه السكوت، وجادلوا فيما يجب أن يكون فيه التسليم، فصار كلامهم عندئذ مذموما، وغدا علمهم بذلك مذموما. فهؤلاء المتكلمين يذم من هذه الجهة ولا يحمدون. وبعض أهل السنة قال إن هؤلاء المتكلمين نحوا منح الفلاسفة المهرطين. الفلاسفة سموا المقدمة التي يدلفون منها إلى الفلسفة بالمقدمة المنطقية، بالمقدمة المنطقية، فمن خلال هذه المقدمة اليونانية التي سميت بعلم المنطق دخل الفلاسفة إلى ما دخلوا إليه من البحث في كنه ذات الله عز وجل، أو من البحث في الأمور العقدية من غير أصول شرعية، وإنما من خلال نظر عقلي مجرد عن كل دين، فسموا هذا المدخل بعلم المنطق. ثم إن أهل الكلام أرادوا أن يشابهوا الفلاسفة فسموا علمهم بعلم الكلام. ولاحظ الشبه القريب بين المنطق والكلام، فالمنطق كلام والكلام من المنطق، فقالوا إنما هذا جرى على سبيل المشابهة والمشاكلة لطريقة ومنهج الفلاسفة. ولهذا قال الشهرستاني وهو من الأشاعرة في سبب التسمية: إنه سمي بهذا الاسم لمقابلتهم الفلاسفة في تسميتهم فنا من فنون علمهم بالمنطق، والمنطق والكلام مترادفان. انتهى كلامه. المنطق والكلام مترادفان. وبعض أهل السنة يقول بل هذا إنما سمي كلاما لأنهم لم يفيدوا علما جديدا، ولم يأثروا أو يقبسوا نافعا مفيدا، وإنما جاءوا بزيادة كلام لا نفع فيه على أحسن تقدير. أحسن التقديرات أن ما قرره المتكلمون بطرائقهم ومناهجهم لا نفع فيه إن لم يكن ضارا، إن لم يكن ضارا. والحقيقة أنهم جاءوا بما يضر ولا يسر، وجاءوا بما يغر أيضا الطالب الذي لم يهدى إلى منهج أهل السنة في أوله، يغتر بأصولهم وقواعدهم ومبادئهم ومقدماتهم التي يزعمونها مقدمات عقلية قطعية أو نحو ذلك. ولهذا رأينا بعض أهل السنة ينفر من مسلكهم ويحتج عليهم ويرد عليهم هذه التسمية فيقول: إني لأعجب كثيرا من قول أصحابنا إذا ضمنا وإياهم مجلس، يقصد بأصحابنا المتكلمين، قولهم نحن المتكلمون، نحن المتكلمون، نحن أرباب الكلام، والكلام بنا صح وانتشر،
كأن سائر الناس لا يتكلمون أو ليسوا أهل كلام، لعلهم عند المتكلمين خرس أو سكوت. وهذا نوع تعريض بهم وإزراء على طريقتهم ومسلكهم. والحقيقة أن إمام أهل السنة الإمام مالك رحمه الله تعالى حين ذم الكلام وأهله ذكر من سبب هذه التسمية أنه قال: الكلام في الدين أكرهه، الكلام في الدين أكرهه، لم يزل أهل بلدنا يكرهونه وينهون عنه. لماذا؟ يقول: لأني رأيت أهل بلدنا ينهون عن الكلام في الدين إلا ما تحته عمل، ينهون عن الكلام في الدين إلا ما تحته عمل، فكأن كلام المتكلمين هو كلام فيما لا عمل من ورائه ولا قائل من جراه، كأن كلامهم كلام لا فائدة منه ولا مصلحة ترجى منه في إقامة الدين. ثم إنه كما تعلمون تواتر نهي علمائنا الثقات، تواتر نهي الأفاضل من أهل السنة سلفا وخلفا في النهي عن هذا المسلك. فالأئمة الأربعة أصحاب المذاهب المتبوعة أبو حنيفة ومالك الشافعي وأحمد عليهم رحمة الله تعالى جميعا ذموا الكلام وأهله ذما طويلا. وأنت تعلم أن آخرهم موتا هو الإمام أحمد رحمه الله تعالى المتوفى سنة 41 و200. والإمام أحمد حين ذم الكلام ذمه وشدد فيه وهو مسبوق بقول شيخه الشافعي في هذا الباب وبقول شيخه مالك، شيخ شيخه مالك رحمه الله تعالى، ومن قبل بقول أبي حنيفة رحم الله تعالى الجميع. سبحان الله، اجتمعت كلمتهم على ذم هذا المسلك وهذا المنهج بعد ذم تلك التسمية. يقول الشافعي رحمه الله تعالى بعد أن نقلنا قول الإمام مالك، يقول الشافعي: حكمي في أصحاب الكلام أن يضربوا بالجريد ويطاف بهم العشائر، ويقال هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة وأخذ في الكلام، هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة وأخذ في الكلام. لاحظ أن الإنكار هنا من الإمام الشافعي رحمه الله على من ترك الكتاب والسنة وأخذ في الكلام، فكأن منهج المتكلمين يجانب منهج الكتاب والسنة. ومن هنا تعرف سبب الذم، لأن الذم لا ينصب على الاسم فقط، بل الذم ينطلق على الاسم وعلى المسمى المبتدع، سواء كان مبتدعا في مسلكه أو منهجه أو طريقة تقرير أدلته ومسائله. إذن قوله رحمه الله: حكمي في أصحاب الكلام أن يضربوا بالجريد ويطاف بهم العشائر، ويقال هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة، فكأن الآخذ في علم الكلام مجاف ومجانب للكتاب والسنة، فكأنه جاف وجانب الكتاب والسنة. ثم إن الشافعي رحمه الله قال: حكمي في أهل الكلام حكم عمر في صبيغ. وصبيغ هذا رجل كان يضرب آية الكتاب بعضها ببعض، يضرب آية الكتاب بعضها ببعض، فاستدعاه عمر، فلما شخص إلى عمر قال له عمر: من أنت؟ قال: أنا عبد الله صبيغ. قال عمر: وأنا عبد الله عمر. ثم دعا بعراجين النخل حتى أدمى رأسه ضربا، حتى جعل الدم يتفجر من رأسه، فيقول: يا أمير المؤمنين، قد ذهب ما كنت أجد في رأسي. يعني من هذه المسالك التائهة والطرائق الشائهة في التعامل مع آية الكتاب العزيز، فيطلقه عمر ثم يستدعيه فيدنيه ثم يطلقه
ثم يستدعيه فيدميه، حتى قال له في الآخرة: يا أمير المؤمنين، إن كنت تريد قتلي فاقتلني، وإلا فقد تبت إلى الله عز وجل مما أنا فيه. فأطلقه عمر رضي الله تعالى عنه. قال الشافعي بعبارة قال عنها الذهبي رحمه الله تعالى في سير أعلام النبلاء: إنها متواترة عن الشافعي. هذه العبارة قال: حكم في أهل الكلام، حكم عمر في صبيغ، أو قال في أهل حكم في أهل الكلام تقنيع رؤوسهم بالسياط، يعني يضربون بالسياط على رؤوسهم وتشريدهم في البلاد، تقنيع رؤوسهم بالسياط وتشريدهم في البلاد. وإمام أحمد رحمه الله تعالى منقول عنه هذا بكثرة، حيث قال: لا يفلح صاحب كلام أبدا، لا يفلح صاحب كلام أبدا، ولا تكاد أحد، لا تكاد ترى أحدا نظر في الكلام إلا وفي قلبه دغل. دغل يعني فساد أو سوء أو دخل أو غير رشاد وهدى. ولهذا كان هؤلاء السلف الصالحون أبعد الناس عن الكلام وأهله، وأكثر الناس تحذيرا من مجالسته وحضور مجالسهم ومناقشتهم والأخذ والرد معهم، وكانوا يشتدون في ذلك ما لا يشتدون في غيره. لما جاء رجل إلى الإمام مالك رحمه الله تعالى يسأله عن القرآن، وكانت فتنة ابتدأها المعتزلة، وأنتم تعلمون أن رأس المعتزلة هو عمرو بن عبيد. فجاء الرجل يسأل مالكا عن القرآن، فقال له الإمام مالك: لعلك من أصحاب عمرو بن عبيد. لعن الله عمرا، لعن الله عمرا، فإنه ابتدع هذه البدع من الكلام، ولو كان الكلام علما لتكلم فيه الصحابة والتابعون كما تكلموا في الأحكام والشرائع، ولكنه باطل يدل على باطل، ولكنه باطل يدل على باطل. إذن رأيت من كلام الأئمة ما به كفاية، وما به هداية، وما به غنى لمن كان في قلبه إدراك لعاقبة أمره وحصول للهدى في نفسه. وقد رأينا اجتماع الأئمة بعد الأئمة الأربعة على هذا الذنب لعلم الكلام ولأهله. فالبهري يقول، وهو من علماء أهل السنة: واعلم أنه لم تكن زندقة ولا كفر ولا شكوك ولا بدعة ولا ضلالة ولا حيرة في الدين إلا من الكلام، إلا من الكلام. وهذا يعني يكفيك في ذم هذا الأمر الذي نهى عنه أسلافنا الصالح. العجب لا ينقضي إذن بعد هذا النهي المشدد والتحذير المؤكد من أسلافنا رضي الله تعالى عنهم، العجب من أتباع مذاهبهم. أتباع المذاهب الأربعة وقع من كثير منهم خروج عن جادة أئمتهم الذين ينتسبون إليهم أصولا وفروعا. فكثير من الشافعية تأشعر، وكثير من المالكية أخذوا وسلكوا هذا المسلك، وكثير من الحنفية صاروا ماتريدية، والماتريدية والشافعية مذهبان متقاربان. وهكذا وجدنا كثيرا من أصحاب المذاهب، حتى من بعض أتباع المذهب الحنبلي، منهم من مال وحاد عن طريقة أئمتهم. ثم إن الله تبارك وتعالى يسر لطائفة منهم العودة إلى طريق أسلافهم في اللمحة الأخيرة من أعمارهم، فوجدنا عددا من هؤلاء الذين عرفوا بالكلام ودخلوا فيه، فصاروا مقاربين لمذهب الأشاعرة تارة، أو موافقين
لمذهب المعتزلة تارة، أو آخذين في منحى التجهم تارة، وجدنا طائفة منهم عند حضور آجالهم أو قبل حضور الآجال بمدد يسيرة، يهديهم الله عز وجل بما علم من حسن قصدهم ومن حسن تعبدهم لله عز وجل، يهديهم في اللمحة الأخيرة إلى التوبة ويوفقهم للأوبة، وبعضهم يوفق للرد على نفسه والبراءة مما دخل فيه، وبعضهم ينصح للأمة ويحذر الأمة من قبيح ما وقع فيه، وهذا شيء مسطور في الكتب لا يمكن إنكاره ولا يمكن نفيه. ولهذا وجدنا الإمام أبا الحسن الأشعري رحمه الله تعالى يؤلف في الرد على مذهبه الثاني، وهو مذهب التلفيق بين أهل السنة والاعتزال، كتابا يسميه الإبانة عن أصول الديانة. فكان من جملة ما قال فيه رحمه الله تعالى قال: فإن قال لنا قائل: قد أنكرتم قول المعتزلة والقدرية والجهمية والحرورية والرافضة والمرجئة، فعرفون قولكم الذي به تقولون وديانتكم التي بها تدينون، قيل له: قولنا الذي نقول به وديانتنا التي ندين بها التمسك بكتاب ربنا عز وجل وسنة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم وما روي عن الصحابة والتابعين وأئمة الحديث، نحن بذلك معتصمون، وبما قال به أبو عبد الله أحمد بن حنبل نضر الله وجهه ورفع درجته وأجزل مثوبته قائلون ولما خالف قوله مجانبون. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. فالإمام أبو الحسن رحمه الله تعالى عاد عن مذهبه الثاني إلى المذهب القديم السابق، وهو مذهب أسلاف هذه الأمة الصالحين من مالك والشافعي وأحمد وغيرهم رضي الله تعالى عنهم أجمعين. وإذا كان الله عز وجل قد مد في أجل الأشعري، معلوم أنه توفي سنة 24 و300 على الراجح من أقوال أهل العلم، فإنه أيضا فسح للإمام الجويني رحمه الله تعالى، والجويني شافعي أشعري أصولي متكلم كبير القدر معروف الفضل، لكنه سلك مسلك الأشاعرة الذين نكبوا عن طريق إمامهم، فإن الإمام رجع عن مقولاته وثبت عليها مثل الباقي اللاني وابن فورك وغير هؤلاء. الجويني رحمه الله تعالى قال لأصحابه وأحبابه في آخر عمره، وهذا منقول عنه في طبقات الشافعية الكبرى، قال: يا أصحابنا لا تشتغلوا بالكلام، فلو عرفت أن الكلام يبلغ بي إلى ما بلغ ما اشتغلت به ما اشتغلت به. ثم إنه وفق عند موته أن يقول: لقد خضت البحر الخضم، لقد خضت البحر الخضم، وخليت أهل الإسلام وعلومه، ودخلت في الذي نهوني عنه، ودخلت في الذي نهوني عنه، والآن إن لم يتداركني ربي برحمته فالويل للجويني، وها أنا ذا أموت على عقيدة أمي، أو قال: على عقيدة عجائز أهل نيسابور، أو كما قال رحمه الله تعالى. إذن جويني صاحب العقل الكبير والذهن الثاقب والنظر الأصولي القوي يقول هذه المقالة ويندم على ما فرط منه في هذا السبيل. ومثل الشهرستاني ومثل الإمام الغزالي أبو حامد رحمه الله في كتابه إلجام العوام عن علم الكلام قال رحمه الله تعالى: والدليل على أن مذهب السلف هو الحق أن نقيضه بدعة، والبدعة مذمومة وضلالة، والبدعة مذمومة وضلالة. وقال أيضا: إن الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا محتاجين لمحاجة اليهود والنصارى،
في إثبات نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، فما زادوا على أدلة القرآن شيئا، وما ركبوا ظهر اللجاج في وضع المقاييس العقلية وترتيب المقدمات، كل ذلك لعلمهم بأن ذلك مثار الفتن ومنبع التشويش، ومن لا يقنعه أدلة القرآن لا يقمعه إلا السيف والسنان، من لا يقنعه أدلة القرآن لا يقمعه إلا السيف والسنان، فما بعد بيان الله بيان. انتهى كلامه رحمه الله تعالى، وصدق فيما قال وغفر الله تعالى له. هذا كلام أبي حامد الغزالي الذي مات حين مات، وصحيح البخاري على صدره، عودة منه ورجعة منه إلى مذهب السلف. ثم إن ذلك العلم الكبير في علم الكلام، وذلك الإمام الذي يشار إليه بالبنان في الأصول، الإمام الرازي، كان صاحب صولات وجولات في هذا المجال، وعليه عمدة المتأخرين يأخذون عنه في أصول الدين، سواء في تقرير مذاهب الأشاعرة أو في تقرير مذهبه الأصولي الكلامي. هذا الرازي قال في آخر حياته أو في أخريات عمره، قال: لقد تأملت الطرق الكلامية، لقد تأملت الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية، فما رأيتها تشفي عليلا ولا تروي غليلا، ورأيت أقرب الطرق طريقة القرآن. قال كلاما طويلا، ثم انتهى إلى أن قال: ومن جرب مثل تجربتي عرف مثل معرفتي. انتهى كلامه رحمه الله تعالى، واعتذر عما دخل فيه من مشاقة طريق النبي صلى الله عليه وآله وسلم وتنكب طريق أهل السنة، فقال: وأقول ديني متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم، ديني متابعة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وكتابي هو القرآن العظيم، وتعويلي في طلب الدين عليهما. هذا متى؟ في آخر عمره، وإلا فما كتب وما صنف وما ألف مسطور فيه هذه المشاقة وتلك المخالفة التي جرى فيها الرازي على ما جرى. قال: وتعويلي في طلب الدين عليهما، أي على كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. وأما الكتب التي صنفتها والتي استكثرت فيها من إيراد السؤالات، فليذكرني من نظر فيها بصالح دعائه على سبيل التفضل والإنعام، على سبيل التفضل والإنعام، وإلا فليحذف السيء، وإلا فليحذف السيء، فإني ما أردت إلا تكثير البحث، إلا تكثير البحث وشحذ الخاطر. انتهى كلامه رحمه الله تعالى، وهذا منقول عن طبقات الشافعية الكبرى أيضا. يعني الغزالي رحمه الله يقول: لسنا محتاجين إلى علم الكلام في إقامة المناظرة مع اليهود والنصارى، لأن بعض من قال بأننا نحتاج إلى مثل هذه القواعد وهذه المسالك في الرد على مخالفينا في أصول الدين ومخالفينا في أصل الدين من اليهود والنصارى، لأنهم يعتنون بذكر هذه الأدلة على هذا النحو، فنحن نرد عليهم بجنس ما التزموه من هذه الطرائق وهذه الأسباب. قال الغزالي: ولسنا محتاجين، لأن أصحاب رسول الله حين أقاموا المناظرة مع المخالفين لم يميلوا إلى هذا الطريق ولم يعولوا على هذا السبيل. ثم إن الرازي قد دخل في علم الكلام على ما قعده المتكلمون، ثم زاد عن علم الكلام فدخل في أوضار الفلسفة أيضا، فضم إلى الكلام علم الفلسفة. وقليل من هؤلاء الذين يقفون عند حدود ما يسمونه بعلم الكلام، لأنه بمثابة المقدمة الممهدة لدخول هذه الفلسفة، فأكثرهم دخل في علم الكلام ثم ثنى بالفلسفة، فدخل في بدعة وخرج منها إلى علوم الكفار عياذا بالله تعالى. ولهذا قل
أن يكون أحد يدخل في علم الكلام ثم يفلح. وهذه التجربة كما وقعت للمتقدمين غزالي والرازي، واحد ميت سنة 505 والثاني ميت سنة 606 هجرية. أما الشوكاني علماء القرن الثاني عشر مثلا يذكر أنه انكب على علم الكلام في عنفوان شبابه وقرأ هذه المؤلفات يروم الرجوع منها بفائدة، ثم قال رحمه الله: ورمت الرجوع بفائدة والعودة بعائدة، فلم أظفر من ذلك بغير الخيبة والحيرة. لم أظفر من ذلك بغير الخيبة والحيرة. وقل أن تجد إماما دخل في هذا العلم وخرج منه سالما. قل أن تجد إماما دخل فيه فخرج منه سالما. لحزم رحمه الله تعالى الإمام الذهبي حين ذكره وترجم له وقال: ودخل في المنطق، وقال: وبرع في الشعر ودخل في المنطق وأجزاء الفلسفة، فأثرت فيه تأثيرا ليته سلم منه، ليته سلم منه. يعني وقع عند ابن حزم من المخالفات العقدية في أبواب الإيمان والصفات وغير ذلك ما كان سببا في انحرافه عن العقيدة الصحيحة التي تريق بأمثاله من أهل العلم. ومثل هذا كثير ممن دخل هذا المدخل، وأقل القليل من سلمه الله عز وجل بعد دخوله، لأنها بمثابة الفتنة والغاشية تغشى القلب فتحرفه، تحرفه عن طريق الله عز وجل، وتؤثر فيه تأثيرا لا يستطيع الفكاك منه. أحد المتأخرين اسمه المرعشي، المرعشي ده كان له كتاب اسمه نشر الطوالع. الطوالع كتاب للبيضاوي، القاضي نصر الدين البيضاوي، المتكلم الأصول المعروف الكبير. القاضي نصر الدين له كتاب اسمه الطوالع في علم الكلام. ونشر الطوالع للمرعشي متأخر أيضا من علماء القرن الثاني عشر أو الثالث عشر الهجري. هذا المرعشي كتابه كان يدرس في الأزهر ومقرر على طلبة الأزهر قديما. قال قولا عجيبا في كتابه ترتيب العلوم، ترتيب العلوم، ماذا قال؟ قال: وأقول كما هجر الغزالي الكلام كذلك هجرته وتبرأت وتبت منه إلى الله الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات، وأسأل الله ألا يحشرني يوم القيامة مع المتكلمين. وهذا القول مني بعد اشتغال بالكلام وتأليفي فيه نشر الطوالع، والآن أتمنى أن أجمع نسخه المنتشرة وأحرقها بالنار، وأحرقها بالنار، ولئلا يبقى مني أثر في الكلام، لكني لا أقدر على ذلك، لكني لا أقدر على ذلك. وصار الكتاب يدرس بعد موته في هذه الجامعة الإسلامية المذكورة. بل نقل المرعشي نفسه قول أحد المتكلمين في حاشيته لشرح العقائد، يقول: الاشتغال بتفاصيل علم الكلام يقسي القلب، ولذا نرى أكثر طلبته تاركي الصلاة. هذا شيء عجيب. ولذا نرى أكثر طلبته تارك الصلاة ومرتكب الكبائر ومضيع العمر فيما لا يعنيه. علق المرعشي فقال: يقول الفقير: أما قسوة القلب فقد وجدناها بلا شك عند الاشتغال به، فنسأل الله أن يقيلنا عثراتنا. شيخ الإسلام رحمه الله يقول: لو جمعت ما بلغني في هذا الباب عن أعيان هؤلاء كفلان وفلان لكان شيئا كثيرا، وما يبلغني عن حيرتهم وشكهم أكثر وأكثر، وذلك لأن الهدى فيما بعث الله تعالى به رسله، فمن أعرض عنه لم يكن مهتديا، فكيف بمن عارضه بما يناقضه وقدم مناقضه عليه، وقدم مناقضه عليه. ثم إننا في ختام هذه التعليقة نقول: إن العبرة بكمال النهايات لا بنقص البدايات، العبرة
بكمال النهايات لا بنقص البدايات. وهذه الأخبار التي نقلناها عن علماء الإسلام الذين تابوا ورجعوا إلى الله عز وجل في اللمحة الأخيرة من أعمارهم لا توجب لنا إلا أن ندعو الله تعالى بأن يغفر لهم جميعا وأن يرحمه، وأن نأتسي بالذهبي رحمه الله تعالى حين ذكرهم في كتابه الماتع سير أعلام النبلاء ثم قال: قد ماجت بهم الدنيا وكثروا وفيهم أذكياء وعباد وعلماء، نسأل الله المغفرة العفو والمغفرة لأهل التوحيد، ونبرأ إلى الله من الهوى والبدع، ونحب السنة وأهلها، ونحب السنة وأهلها، ونحب العالم على ما فيه من الاتباع والصفات الحميدة، ولا نحب ما ابتدع فيه بتأويل سائغ، وإنما العبرة بكثرة المحاسن. وقال مثل هذا في حق الإمام أبي حامد رحمه الله تعالى، وكان من يعني كلامه الطيب أنه قال: فبحسن قصد العالم يغفر له وينجو إن شاء الله. فبحسن قصد العالم يغفر له وينجو إن شاء الله. ذكرنا لكم طرفا من أقوال هؤلاء العلماء الذين وفقهم الله تعالى بعد الدخول في علم الكلام أن يتوبوا منه في اللمحة الأخيرة من أعمالهم، وأن يسطروا ذلك وأن يدونوه في كتبهم. لكن هذا لا يعني أن كل العلماء نحوا هذا المنح، أو أن كل أتباع المذاهب الأربعة ساروا هذا المسير، بل إن منهم من أنكر الكلام أصلا وعمل بما عليه السلف أصلا وفرعا فلم يدخل في هذا وإنما نهى عنه ولم يقع فيه وإنما زجر عنه وحذر منه. وهؤلاء كثيرون ليسوا قلة، فلا يظن إنسان أن القضية أن كل الناس صاروا هذا السير أو دخلوا في هذا السبيل بعد الأئمة. فلهذا إمام أبو العباس ابن سريج رحمه الله إمام الشافعية في وقته والملقب بالشافعي الثاني قال: حرام على العقول أن تمثل الله. ويريد الآن أن يرد على هذه المناهج المنحرفة والمسالك المختلفة. قال: حرام على العقول أن تمثل الله، وعلى الأوهام أن تحده، وعلى الظنون أن تقطع، وعلى الضمائر أن تعمق، وعلى النفوس أن تفكر، وعلى الأفكار أن تحيط، وعلى الألباب أن تصف إلا بما وصف الله به نفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. وقد صح وتقرر واتضح عند جميع أهل الديانة أهل السنة والجماعة من السلف الماضين والصحابة والتابعين من الأئمة المهدين الراشدين المشهورين إلى زماننا هذا ومن علماء القرن الخامس أن جميع الآي الواردة عن الله في ذاته وصفاته والأخبار الصادقة الصادرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الله وفي صفاته التي صححها أهل النقل يجب على المرء المسلم الإيمان بكل واحد منها كما ورد، وتسليم أمره إلى الله كما أمر، وذلك مثل قوله سبحانه: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام، وقوله سبحانه: وجاء ربك والملك صفا صفا، وقوله: الرحمن على العرش استوى، وقوله: والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات من بيمينه، ونظائرها مما نطق به القرآن كالفوقية والنفس واليدين والسمع والبصر والكلام والعين والنظر والإرادة والرضا والغضب والمحبة والكراه وغير هذا مما صح عنه من الأخبار المتشابهة الواردة في صفات الله سبحانه ما بلغنا وما لم يبلغنا مما صح عنه اعتقادنا فيه وفي الآية المتشابهة في القرآن أن نقبلها ولا نردها ولا نتأولها بتأويل المخالفين ولا نحملها على تشبيه المشبهين ولا نزيد عليها ولا ننقص منها ولا نفسرها ولا نكيفها ولا نشير إليها بخواطر القلوب بل نطلق ما أطلقه الله ونفسر ما فسره النبي وأصحابه والتابعون والأئمة المرضيون من السلف المعروفين بالدين والأمانة ونجمع على ما أجمعوا عليه ونمسك عما أمسكوا عنه ونسلم الخبر لظاهره والآية لظاهرها لا نقول بتأويل المعتزلة والأشعرية والجهمية والملحدة والمجسمة والمشبهة والكرامية والمكيفة بل نقبلها بلا تأويل
ونؤمن بها بلا تمثيل، ونقول الإيمان بها واجب والقول سنة، وابتغاء تأويله بدعة. فهذا كلام من أحد الأئمة الكبار الأعلام، يدل دلالة واضحة على ما أردناه من أن هؤلاء الأئمة لم يكونوا على هذه الطريقة، وإنما جانبوها ونهوا عنها. وهناك أيضا الإمام أبو الحسن الكرجي، وهو من كبار أئمة الشافعية، وهو أيضا من علماء القرن الخامس، لعل ابن سريج من علماء القرن الرابع أو الثالث الهجري، أما أبو الحسن الكرجي فهو من علماء القرن الخامس. يقول رحمه الله: ولم يزل الأئمة الشافعية يأنفون ويستنكفون أن ينسبوا إلى الأشعري، ويتبرؤون مما بنى الأشعري مذهبه عليه، يقصدون المذهب الإيه؟ الثاني، يقصدون المذهب الثاني. قال: ولم يزل أئمة الشافعية يأنفون ويستنكفون أن ينسبوا إلى الأشعري، ويتبرؤون مما بنى الأشعري مذهبه عليه، وينهون أصحابهم وأحبابهم عن الحوم حوالي، على ما سمعت عدة من المشايخ والأئمة، منهم الحافظ المؤتمن بن أحمد ابن علي الساجي يقول: سمعنا جماعة من المشايخ الثقات قالوا: كان الشيخ أبو حامد أحمد بن أبي طاهر الإسفرايني إمام الأئمة الذي طبق الأرض علما وأصحابا، إذا سعى إلى الجمعة من قطيعة أو من قطعية الكرج إلى جامع المنصور، يدخل الرباط المعروف بالزوزوي المحاذي للجامع، ويقبل على من حضر ويقول: اشهدوا علي بأن القرآن كلام الله غير مخلوق، كما قاله الإمام ابن حنبل، لا كما يقوله الباقلاني. باقلاني هو من نشر مذهب الشافعي الثاني، وهو من أصله وقعده وكتب فيه وصنف، فكأنه المؤسس الحقيقي لهذا المذهب الذي يعرف الآن عند المتأخرين بالأشعرية، نسبته الصحيحة إلى القاضي أبي بكر الباقلاني. قال: على ما كما قاله الإمام ابن حنبل، لا كما يقوله الباقلاني. وتكرر ذلك منه جمعات، كلما خرج إلى الجمعة مر على هؤلاء فنقل ذلك إليهم وذكره لهم، فقيل له في ذلك يعني لماذا، فقال: حتى ينتشر في الناس وفي أهل الصلاح، ويشيع الخبر في أهل البلاد أني بريء مما هم عليه، يعني الأشعرية، وبريء من مذهب أبي بكر بن الباقلاني، فإن جماعة من الفقهاء الغرباء يدخلون على الباقلاني خفية، ويقرؤون عليه فيفتنون بمذهبه، فإذا رجعوا إلى بلادهم أظهروا بدعتهم لا محالة، فيظن ظان أنهم مني تعلموه قبل، وأنا ما قلته، وأنا بريء من مذهب الباقلاني وعقيدته. قال الشيخ أيضا: وسمعت شيخي الإمام أبا منصور الفقيه الأصبهاني يقول: سمعت شيخنا الإمام أبا بكر الراذقاني يقول: كنت في درس الشيخ أبي حامد الإسفرايني، وكان ينهى أصحابه عن الكلام وعن الدخول على الباقلاني، فبلغه أن نفرا من أصحابي يدخلون عليه خفية لقراءة الكلام، فظن أني معهم ومنهم، وذكر قصة في آخرها أن الشيخ أبو حامد الإسفرايني ماذا قال؟ قال لي: يا بني، قد بلغني أنك تدخل على هذا الرجل، يعني الباقلاني، فإياك وإياه، فإنه مبتدئ يدعو الناس إلى الضلالة، وإلا فلا تحضر مجلسه. فقلت: أنا عائد بالله مما قيل، وتائب إليه، واشهدوا علي أني لا أدخل إليه. قال الشيخ أبو الحسن: وسمعت الفقيه الإمام أبا منصور سعد بن علي العجلي يقول: سمعت عدة من المشايخ والأئمة ببغداد، أظن الشيخ أبا إسحاق الشيرازي أحدهم، شيخ الشيرازي من كبار الشافعية، قال: كان أبو بكر الباقلاني يخرج إلى الحمام متبرقعا خوفا من الشيخ أبي حامد الإسفرايني، وذلك لشدته عليه. قال أبو الحسن: ومعروف شدة الشيخ أبي حامد على أهل الكلام، حتى ميز أصول فقه الشافعي من أصول الأشعري، وعلق عنه أبو بكر الراذقاني وهو عندي، وبه اقتدى الشيخ أبو إسحاق الشيرازي في كتابيه اللمع والتبصرة، حتى لو وافق قول الأشعري وجها لأصحابنا ميزه، وقال هو قول بعض أصحابنا وبه قالت الأشعرية، ولم يعدهم من أصحاب الشافعي.
استنكفوا منهم ومن مذهبهم في أصول الفقه فضلاً عن أصول الدين، فضلاً عن أصول الدين. ثم علق شيخ الإسلام رحمه الله فقال: قلت هذا المنقول عن الشيخ أبي حامد وأمثاله من أئمة أصحاب الشافعي أصحاب الوجوه معروف في كتبهم المصنفة في أصول الفقه وغيرها. وهذا الإمام المالكي الكبير حافظ المغرب، الإمام أبو عمر ابن عبد البر المتوفى سنة 63 و400 من الهجرة، فهو بهذا من علماء القرن الخامس. يقول: أخبرنا إسماعيل بن عبد الرحمن قال حدثنا إبراهيم بن بكر قال سمعت أبا عبد الله محمد بن أحمد بن إسحاق بن خويز من داد المصري المالكي رحمه الله تعالى قال في كتاب الإجارات من كتابه، قال مالك: لا تجوز الإجارات في شيء من كتب الأهواء والبدع والتنجيم، وذكر كتبا، ثم قال شارحا: كتب أهل الأهواء والبدع عند أصحابنا هي كتب أصحاب الكلام. كتب أهل الأهواء والبدع عند أصحابنا يعني المالكية أصحاب، هي كتب أصحاب الكلام من المعتزلة وغيرهم، وتفسخ الإجارة في ذلك. قال: وكذلك كتب القضاء بالنجوم وعزائم الجن وما أشبه ذلك. قال: وفي كتاب الشهادات في تأويل قول مالك: لا تجوز شهادة أهل البدع وأهل الأهواء. قال: أهل الأهواء عند مالك وسائر أصحابنا هم أهل الكلام، فكل متكلم فهو من أهل الأهواء والبدع أشعريا كان أو غير أشعري، ولا تقبل له شهادة في الإسلام أبدا، ويهجر ويؤدب على بدعته فإن تمادى عليها استتيب منها. هذا قول ابن خويز من داد المصري المالكي. ثم قال أبو عمر بن عبد البر رحمه الله: ليس في الاعتقاد كله في صفات الله وأسمائه إلا ما جاء منصوصا في كتاب الله أو صح عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أو أجمعت عليه الأمة، وما جاء من أخبار الأحاد في ذلك كله أو نحوه يسلم له ولا يناظر فيه، يسلم له ولا يناظر فيه. لعلنا أطلنا في هذه المقدمة، لكنها إطالة مقصودة يراد منها التحذير عن هذا المنهج وذاك المسلك وعن تلك التسمية أيضا. إذا أورد إنسان إيرادا فقال: لقد نهيت عن الكلام وذممت أهله ونقلت الأخبار في ذلك قديمها وحديثها، لكننا نجد في بعض كتب أهل السنة تسمية لعلم التوحيد بعلم الكلام، ومن ذلك ما نقله الإمام السفاريني رحمه الله تعالى في شرحه لدرته، الدرة المضية في عقد الفرقة المرضية، فوجدناه يذكر الكلام ويعبر به عن علم التوحيد، فكيف جاز له ذلك وكيف وقع له ذلك وعقيدته مشهورة بين أهل السنة، فكيف نجيب عن هذا الإيراد؟ كيف نجيب عن هذا الإيراد؟ هذا ما نتناوله في الدرس الآتي بعد الصلاة إن شاء الله تعالى. والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن تبع هداه. قلنا إنه قد يرد هنا اعتراض حاصله: إذا كانت تسمية علم التوحيد بعلم الكلام تسمية ممنوعة مذمومة، فكيف عبر بعض أهل السنة بهذا المصطلح وأطلقه على علم التوحيد كما فعل ذلك الإمام السفاريني رحمه الله في عقيدته الأثرية التي شرحها في كتابه لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية في شرح الدرة المضية في عقد الفرقة المرضية؟ هذا العلم، علم الكلام الذي ورد في ثنايا كلام بعض أهل السنة، ينبغي أن نتنبه فيه إلى أمرين. الأمر الأول أننا لا نذم هذه التسمية
كما نذم من طوت عليه. الذم في الأصل إنما يتجه إلى مناهج ومسالك خالفت الدليل الصحيح من كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. وعلماء الكلام عولوا على منطق اليونان أو عولوا على مقدمات الفلاسفة وأصولهم، وتنكبوا طريق الكتاب والسنة في تقرير العقيدة، فلم يعولوا على الكتاب والسنة، ولم يعولوا على الفطرة، ولم يعولوا على صحيح وصريح العقل، وإنما مالوا إلى مقدمات موهومة ظنوها أنها قطعية فأصروا عليها وبنوا عليها ما كان سبباً في انحراف مناهجهم واختلال مسالكهم وطرائقهم. فالنهي بالأصالة إنما ينصب على هذه الطرائق والمناهج التي ذكرها الرازي، فقال: لقد تأملت المناهج الكلامية والطرائق الفلسفية فما رأيتها تشفي غليلا ولا رأيتها تروي غليلا ولا تشفي عليلا. هذه الطرائق هي التي ينصب عليها الذم بالأصالة، طريقة منهجية في تقرير العقيدة، طريقة منهجية في الاستدلال بمسائلها، مخالفة لما كان عليه منهج النبي صلى الله عليه وآله وسلم والصحابة. وهم حين يذكرون مصطلح علم الكلام يقولون إنه عبارة عن علم يقتدر به على تقرير العقائد من أدلتها اليقينية ورد شبه وقوادح الأدلة الخلافية. فنقول لهم: الأدلة التي تصفونها بأنها يقينية يجب أن تكون أدلة مرضية عند أهل السنة، والأدلة المرضية عند أهل السنة هي صحيح هذه السنة وصريح هذا الكتاب العزيز، فما كان مستندا إلى كتاب ربنا وسنة نبينا، أو مستندا إلى إجماع منعقد صحيح صريح مقبول، أو إلى عقل صحيح لا اختلاف عليه، أو إلى فطرة سليمة، فذلك مقبول وذلك معدود من أدلة هذا العلم. وكذلك ما يتعلق بمنهج تقرير المسائل الاعتقادية ورد قوادح الأدلة الخلافية، لابد أن يكون المنهج الذي تقرر به هذه القضايا أو تدفع به هذه الشبهات منهجا صحيحا. أهل السنة أصلوا أصلا وهو الإيمان بجميع النصوص، فلا بد من ذلك لمن أراد أن يرد على المخالف. دفع التعارض بين صحيح الوحي وبين صريح العقل، فلا بد أن يكون هذا أيضا منهجا مسلوكا. رد النزاع إلى الكتاب والسنة، اعتماد فهم السلف الصالحين لكتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم، السكوت عما سكت عنه السلف الصالح، كل هذه قواعد قعدها علماء أهل السنة عندما قرروا كيف يستدل على عقيدة أهل السنة والجماعة. إذا كانت هذه المناهج متفقة وقواعد أهل السنة، فلا يبقى معنا إلا التسمية، لا يبقى معنا إلا التسمية. فإذا كانت القواعد متفقة والمناهج متفقة والأدلة التي يعتمد عليها في إقامة صرح هذا العلم هي أدلة صحيحة لا غبار عليها، فإنه لا حرج عندئذ أن يقال إن علم الكلام هذا، علم هذا محتواه ومضمونه صحيح. لكن تبقى المخالفة في التسمية، ولا شك أن هذه التسمية مرفوضة، لكنها إذا وردت أو وقعت في كلام بعض أهل العلم تسمحا منه أو تنزلا منه أو مشاكلة لهؤلاء، فإن هذا لا يعتبر مأخذا منهجيا أو جوهريا على من قال بهذه التسمية من أهل السنة والجماعة. ولهذا رأينا الإمام السفاريني رحمه الله، وهو الذي يعني وجه إليه هذا الانتقاد، يزيل اللبس بنفسه عن نفسه فقال: فإن قلت إذا كان علم الكلام بالمثابة التي ذكرت، يعني من الذم، والمكانة التي عنها برهنت، فكيف ساغ للأئمة الخوض فيه والتنقيب عما يحتويه؟ ثم إنك أتيت ما عنه نهيت، ثم إنك أتيت ما عنه نهيت، وحررت ما عنه نفرت،
وهل هذا في بادي الرأي إلا مدافعة وجمع للشيئين الذي بينهما تمام الممانعة؟ يقول السفاريني: قلت إنما ذهب إليه وهلك من التمانع لممتنع، وما سنح في خلدك من التدافع لمندفع، بل العلم الذي نهينا عنه غير الذي ألفنا فيه. العلم الذي نهينا عنه، علم الكلام الذي نهينا عنه، غير علم الكلام الذي ألفنا فيه، والكلام الذي حذرنا منه غير الذي والكلام الذي حذرنا منه غير الذي صنف فيه كل إمام حافظ وفقيه. فعلم الكلام الذي نهى عنه أئمة الإسلام هو العلم المشحون بالفلسفة والتأويل والإلحاد والأباطيل وصرف الآيات القرآنية عن معانيها الظاهرة والأخبار النبوية عن حقائقها الباهرة، دون علم السلف ومذهب الأثر وما جاء في الذكر الحكيم وصحيح الخبر. يبقى خلاصة الموقف من هذه التسمية التي قد تقع أو ترد في بعض كتب أهل السنة ما قاله شيخ الإسلام رحمه الله: إن السلف لم يذموا جنس الكلام أو الاستدلال والنظر الذي أمر الله به ورسوله، ولا ذموا كلاما هو حق، كما أنهم لم يذموا الكلام لمجرد اشتماله على ألفاظ اصطلاحية إذا كانت معانيها صحيحة، بل ذموا الكلام الباطل المخالف للكتاب والسنة والعقل. وقال في موضع آخر: والسلف ذموا أهل الكلام الذين هم أهل الشبهات والأهواء، ولم يذموا أهل الكلام الذين هم أهل كلام صادق يتضمن الدليل على معرفة الله تعالى وبيان ما يستحقه وما يمتنع عليه. إذا وقع شيء من استعمال هذه التسمية لمن عرف منهجه بالسلام وعرف مقصده بالحسن وعرف عنه أنه ذو قدم ثابتة راسخة في نصرة مذهب أهل السنة، فإن هذا يعد من الشيء اليسير المغتفر الذي لا يتابع عليه صاحبه، وإنما يقع منغمرا في بحر فضائله. ولهذا وجدنا بعضهم يقول: أيها المغتدي ليطلب علما، كل علم عبد لعلم الكلام، تطلب الفقه كي تصحح حكما ثم أغفلت منزل الأحكام. هذا يريد أن يثني على علم التوحيد وأن يقرره، لكنه عبر عنه بقوله علم الكلام، فصحح له بعض الشراح وهو إمام الطحاوي ابن أبي العز في شرحه للطحاوية، فقال: أيها المغتدي ليطلب علما، كل علم عبد لعلم الرسول، كل علم عبد لعلم الرسول، تطلب الفرع كي تصحح أصلا، كيف أغفلت علم أصل الأصول، كيف أغفلت علم أصل الأصول. إذن خلاصة الموقف إن هذه التسمية غير مقبولة عند أهل السنة، فإن كان ما تحت هذه التسمية موافقا لكتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم فلا حرج عندئذ من قبول هذا المحتوى وذلك المضمون مع التحفظ على التسمية، ويبقى الأمر عندئذ في مصطلح مخالف لا غير. أما إذا كان ما تحت هذا المصطلح من قواعد وأصول وضوابط وتأصيل للأحكام وتفريع على منهج يخالف منهج الصحابة والتابعين والأئمة الأربعة المهديين وأتباع مذاهبهم السالكين لطريقتهم، فعندئذ يكون الخلاف جوهريا لا يقام عليه معبر ولا يمكن القفز فوقه، بل سيكون خلافا أصوليا في أمور كثيرة من شأنها أن تنقل هذا الإنسان من دائرة السنة إلى دائرة البدعة. فمن تبنى أصل تأويل الصفات وكان هذا أصله في عقيدته كان بذلك خارجا عن منهج أهل السنة، ومن تبنى أصل التحسين والتقبيح العقلي، يعني جعل العقل حاكما قبل ورود الشرائع وأن العقل له أن يأمر وينهى باستقلال عن كتاب الله وسنة نبيه، فهذا خارج عن طريقة أهل السنة فيما قرره،
ومن قرر كفر الصحابة أو ردتهم أو كذا مما هو معروف من مذهب الرافضة فهذا أصل أيضا ينقل صاحبه من السنة إلى البدعة أو من الإسلام إلى الكفر بحسب المخالفة التي خالف فيها أصول ومذهب ومعتقد أهل السنة والجماعة. التبس على البعض وما جاءتني ورقة تقول إذا كان علم الكلام يقال فيه هذا فلماذا ندرسه؟ نحن لا ندرس علم الكلام وإنما ندرس علم التوحيد، وعلم التوحيد أشرف العلوم معلوما وأرفعها موضوعا وأكرمها عند الله عز وجل منزلة، فنحن لا ندرس هذا العلم المذموم المسمى بعلم الكلام القائم على منطق وفلسفة اليونان، وإنما ندرس قال الله تعالى وقال رسوله صلى الله عليه وآله وسلم فقط. الذين يدرسون معنا لأول مرة أو لأول مرة يدرسون كتابا في التوحيد سوف يجدون معنا شيئا من الصعوبة، لأننا نحاول أن نخدم هذا المد بما يناسبه من الشرح والتوسع، فهذا نوع توسع في الشرح ليتمكن طالب العلم المتوسط والمتقدم من نصرة عقيدته. وأما تلقي مبادئ العقيدة بشكل ميسر مبسط فلعله في درس آخر نحن سوف نقف مع كل كلمة ونعطيها حقها من الشرح والإيضاح، وربما عرجنا على قول المخالف ففندناه ورددنا عليه لا سيما ما مست الحاجة إلى الرد عليه أو إلى بيانه وتوضيحه، فليكن هذا عندئذ معلوما، وفقكن الله تعالى لخير ما يحب ويرضى. وبما أن الأمر وصل إلى هذا الحد فلننتقل عن الكلام عن هذه التسمية تسمية علم العقيدة بعلم الكلام إلى الكلام على مصطلح آخر هو مصطلح الفلسفة. الفلسفة كلمة يونانية في أصلها ليست بعربية، يقولون كلمة فيلة تعني المحب، وكلمة سوفة تعني الحكمة، فالفلسفة أو الفيلوسوفي تعني المحب للحكمة واسمها الفلسفة، وهو مصطلح على ما جاء في بعض المعاجم الفلسفية قال به أرسطو أول من قال. يعتمد على ماذا هذا المصطلح؟ يعتمد على دراسة الموجودات والانتقال منها إلى ما يسمونه بالميتافيزيقا أي ما وراء الطبيعة، فهم يريدون أن يكتنهوا علم الغيب بعقولهم. ميتافيزيقا يعني ما وراء الطبيعة أو الغيب، وربما أطلقوا كلمة الفلسفة على علم الإلهيات أو ما يتصل بمشكلة المعرفة والوجود ومبادئ ذلك وأصل ذلك. خلاصة الأمر أن الفلسفة إعمال للعقل في كل مجال وفي أي مجال بدون سابق مسلمات أو بدون سابق معتقدات، إعمال للعقل في إدراك الخالق سبحانه وتعالى، محاولة إدراك الفاني للقاصر، الفاني القاصر للأول والآخر سبحانه وتعالى، هذا العقل فان وقاصر، محاولة هذا العقل لإدراك الأول الآخر الظاهر الباطن سبحانه وتعالى محاولة لابد محكومة بالفشل ومقضي عليها بالخسار والبوار. هؤلاء الفلاسفة أقدم من الإسلام، فالفلسفة تمر بأطوار، فلسفة قديمة تسمى الفلسفة الإغريقية اليونانية، ثم تأتي مرحلة أخرى في عصور وسيطة، ثم تأتي فلسفة حديثة، ثم يأتي طوء ما يسمونه بالفلسفة الإسلامية التي دخل فيها بعض المسلمين
جراء ترجمة هذه العلوم زمن المأمون خليفة العباسي، والذي لما ترجم هذه العلوم جاء القول بخلق القرآن، وجاءت فتن وبلايا وقوام كثيرة. دخل بعض المسلمين إلى جحيم الفلسفة، فما خرجوا منها إلا إلى نار الجحيم عياذا بالله، واتفقت كلمة المسلمين على تكفير هؤلاء الفلاسفة. حتى الأشاعرة والماتريدية هم قائلون بتكفير من يسمون بفلاسفة المسلمين الذين تركوا الأديان خلفهم ظهريا، وأخذوا بما قال به أبو قراط وسقراط وأفلاطون وأرسطو وغير هؤلاء من الحكماء أو الفلاسفة أو الذين اشتغلوا بالحكمة والفلسفة مع علوم الطب وغير ذلك. قال الغزالي رحمه الله، والإمام الغزالي رجل طوف في مجالات المعرفة بحثا ودرسا وطلبا لما به استقرار فؤاده وصلاح حاله، فذكر عن نفسه أول الأمر أنه طلب علم الكلام فوجده وافيا بمقصوده غير واف بمقصوده، يعني العلم وافيا بمقصوده من حيث هو علم، لكنه كان غير وافيا بمقصود الغزالي من البحث. فبعد أن قرأه وكتب فيه وصنف الاقتصاد في الاعتقاد وغير ذلك، غادر هذا العلم ليبحث عن طلبته، ليبحث عن غايته، فوجه شطر الفلسفة. فقال بعد أن قرأها ودرسها وفهمها، قال: وأما الإلهيات ففيها أكثر أغاليطهم، يعني الفلاسفة، ومجموع ما غلطوا فيه يرجع إلى 20 أصلا يجب إكفارهم في 3 منها وتبديعهم في 17، وقد أبطلناها جميعا في كتابنا المسمى تهافت الفلاسفة. فأما الثلاثة التي يعني كفرهم بها، فقولهم بأن الأجسام لا تحشر، يعني أن الله تعالى لا يعيد هذه الأجسام ولا يكون هناك معاد، فأنكروا البعث والمعاد. فهذا أصل اجتمعت عليه شرائع السماوية بأسرها، الشرائع الإلهية كلها تشترك في مشترك أعظم، وهو اعتقاد وجود الدار الآخرة والبعث بعد الموت. فلاسفة نفوا ذلك، قالوا إن الأجسام لا تحشر وأن الله تعالى لا يعلم الجزئيات، فنفوا علم الله عز وجل السابق، وأن العالم قديم يعني غير مخلوق، أو أنه خلق نفسه، أو أنه خلقه غير الله عز وجل. ثم قال أي الغزالي: فوجب الكفر، فوجب الحكم بكفر أرسطو طاليس، اللي هو أرسطو، ومن قبله من الفلاسفة كأفلاطون وسقراط وغيرهم، وكفر متبعيهم من متفلسفة الإسلاميين كابن سينا والفارابي وأمثالهم. إذن ذهب الغزالي رحمه الله، وهو كما تعلمون من الأشاعرة، إلى كفر ابن سينا والفارابي. ومن عجب أنه لا يزال ابن سينا والفارابي يتحدث في بعض جامعات المسلمين الإسلامية، وفي كتبهم تنقل آراؤه وتدرس، ولا يتبع ذلك بنقد لمذهبه ولا لطريقته. ابن الصلاح رحمه الله يقول: الفلسفة أس السفه والانحلال، ومادة الحيرة والضلال، ومثار الزيغ والزندقة، ومن تفلسف عميت بصيرته عن مقاصد الشريعة المؤيدة بالحجج القاهرة والبراهين الباهرة، ومن تلبس تعليما وتعلما قارنه الخذلان والحرمان واستحوذ عليه الشيطان. والإمام النووي رحمه الله عدها من العلوم الخارجة عن الإسلام. حقيقة بين الفلسفة وعلم الكلام صلة، بين الفلسفة وعلم الكلام صلة. الكلام يتعلق بدين بعينه، والفلسفة لا دين له. الكلام يتعلق بدين بعينه، يعني في مسلمات، في أوليات ينطلق منها المتكلم، أما المتفلسف فليست له أصول ينطلق منها، وإنما أصوله ما يقرره عقله وما ينتهي إليه فهمه ونظره.
فهذا يعني من حيث المنهج علم الكلام يبدأ بمسلمات عقدية، وأما الفلسفة فلا مسلمات فيها. والمتكلم يبدأ بذكر الأدلة على وجود الله تعالى، أما الفيلسوف فيبدأ بإنكار وجود الله تعالى. فرض المتكلم منطلق من إيه؟ من أن هناك إله موجود، أما الفيلسوف فلا ينطلق من هذه المقدمة، لذلك يخبط في دينه خبط عشواء. ثم نتائج البحث في الفلسفة والعياذ بالله خرجت بأكثر هؤلاء إلى الكفر، ومن لم يكفر كان مبتدعا، ومن لم يكفر كان مبتدعا. والعجب لا ينقضي من بعض الفقهاء الكبار كابن رشد الذي له كتاب مشهور بداية المجتهد ونهاية المقتصد في الفقه، وهو كتاب عظيم القدر جليل النفع لطالب العلم في علم الفقه خاص. هذا الرجل داخل في الفلسفة فكفره كثير من العلماء بما قرره، ومن يطلع على ما قرره وكتبه في الفقه يجد عقلية دقيقة منظمة مدركة لأصول الأحكام وأسباب اختلاف العلماء ومآخذ كل مذهب وكل عالم فيما يقرره، ومع هذا لما دخل إلى هذا العلم الذي يجر إلى الكفر عياذا بالله وقع في مخالفات كثيرة، فأكفره كثير من العلماء بما وقع فيه من المخالفة والانحراف، مع ما ترك لنا من الثروة الفقهية العلمية القوية. حين نقول كفره العلماء لا نعني بذلك أهل السنة، بل نعني بذلك علماء المسلمين كافة، حتى الأشاعرة والماتريدية أكثرهم يكفرون الفلاسفة. هذا مثلا تفتزان، وهو سعد التفتزاني من كبار الماتريدية ومن كبار المتكلمين ومن كبار اللغويين والأصوليين، يقول: ولا يصدنك عن آيات الله ودين الإسلام، ولا يصرفنك عن اتباع هؤلاء الأنبياء خوض بعض المتفلسفين في زي الفقهاء، خوض بعض المتفلسفين في زي الفقهاء في هذه الزندقة الهادمة لدين الإسلام وملة الأنبياء، فإنهم سلف من الدين فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين وصار من أئمة الكفرة في صورة علماء المسلمين، وصار من أئمة الكفرة في صورة علماء المسلمين. ومن الأشاعرة السنوسي وهو متأخر يقول: فليحذر المبتدئ جهده أن يأخذ أصول دينه من الكتب التي حشيت بكلام الفلسفة أو الفلاسفة وأولع مؤلفوها بنقل ما هو كفر صريح من عقائدهم التي ستروا نجاساتها باصطلاحاتهم وعبارات مبهمة على كثير من الناس ككتب الرازي في فن الكلام. ده سنوسي أشعري معناه على المذهب، لكنه يحذر من كتب من؟ الرازي. والرازي أيضا أشعري، لأن الرازي دخل في الفلسفة وعمق البحث فيها وجاء بمقولات انتقدت عليه، حتى إن بعض العلماء قال بكفره. قال السنوسي: ككتب الرازي في فن الكلام وطوارع البيضاوي، والبيضاوي أيضا أصولي كبير ومتكلم، ومن حذى حذوهما في ذلك وقل أن يفلح من أولع بصحبة كلام الفلاسفة أو يكون له نور في قلبه أو لسانه. هذا في شرح متن السنوسية للسنوسي نفسه، وهذا نقل عن كتاب ترتيب العلوم للمرعشي الذي نقلنا لكم قوله في علم الكلام آنفا. وذكرت لكم في الدرس الماضي أن الذهبي رحمه الله حين ترجم لابن حزم قال: وكان قد مهر أولا في الأدب والأخبار الشعر في المنطق وأجزاء الفلسفة فأثرت فيه تأثيرا ليته سلم منه، ليته سلم منه. إذن الذي ينبغي أن يعلم وأن يعرف
أن علم الفلسفة علم محرم، علم محرم، وأن الدخول فيه دخول في مظنة الهلكة والبوار والخسار عياذا بالله تعالى. بهذا نكون قد انتهينا من الكلام على الأسماء المذمومة لعلم التوحيد، لننتقل بعد ذلك إلى الكلام عن حد هذا العلم. قال المصنف: حده هو العلم بالأحكام الشرعية الإيمانية المستمد من الأدلة المرضية ورد الشبهات وقوادح الأدلة الخلافية. حين نتكلم عن الحد أو عن حد العلم، ينبغي أن نعرف أولا ما معنى كلمة الحد. ما معنى كلمة الحد؟ حد في اللغة تطلق ويراد بها ما يدور حول المنع. الحد بمعنى المنع. يسمى البواب الذي يقف على الباب حدادا. لماذا؟ لأنه يحد من في خارج عن الدخول إلى الداخل. يحده يعني يمنعه. ومن ذلك سميت الحدود حدودا. لماذا؟ لأنها تمنع من أقيمت عليه من العود إلى ارتكاب سببها. تمنع الحدود من العود إلى ارتكاب موجبها أو سببها. وسمي الحديد حديدا لأنه يمنع السلاح من النفوذ إلى البدن. لو أن إنسانا لبس درعا من حديد فضربه إنسان بسلاح لم ينفذ هذا إلى بدنه، فالحديد يمنع أن يصل السلاح إلى البدن، لذلك سمي حديد. طيب، والمرأة المحدة هي المرأة التي تمنع من إظهار زينتها أو من الخروج من بيتها والبيات خارج بيتها. طيب لماذا سمي التعريف حدا؟ الحد هو يعني التعريف. لماذا سمي التعريف حدا؟ قالوا لأن التعريف يمنع ويجمع، فيمنع الداخل من الخروج ويمنع الخارج من الدخول. تيجي تحد شيء يعني تعرفه، فأنت تحيطه بسياج يجمع أفراد المعرف بحيث لا يدخل فرد من خارج ولا يخرج فرد من داخل. طيب هذا كله في اللغة. معنى الاصطلاح للحد هو الوصف المحيط بمعناه المميز له عن غيره. وصف محيط بمعناه مميز له عن غيره، أو ما يسمونه بما يجمع ويمنع، الجامع المانع. الجامع لأفراد المعرف والمانع من دخول غير أفراده في معناه أو في تعريفه. ده اسمه الايه؟ حد. وقد يقولون عنه التعريف، وقد يقول عنه القول الشارح، قول الشارح. فإذا قيل لك ما حد علم التوحيد فالمقصود به ما تعريفه، ما تعريفه. بعض العلماء نظم معنى الحد كالسيوطي فقال: الجامع المانع حد الحد، الجامع المانع حد الحد، أو ذو انعكاس انتشأ والطرد. الجامع المانع حد الحد، يعني تعريف الحد هو الايه؟ الجامع المانع، أو ذو انعكاس انتشأ والطرد. يعني التعريف لابد أن يكون عكسيا وطرديا. سيأتي معنا شيء من بيان ذلك. على كل حال، يشترط في الحد أو في القول الذي يعرف أن يكون محيطا بمعنى علم التوحيد، أن يكون جامعا لقضاياه، وأن يكون ظاهرا بعبارة واضحة لا التباس فيها ولا تعقيد ولا غموض، لا يقع فيها شيء من الاشتراك اللفظي أو المجاز، وأن يكون محيطا بهذا المحدود على وجه التمام والكمال. هذه من صنعة المناطق. مناطق هم أكثر الناس عناية بقضية الحدود. لماذا؟ قالوا لأن هذا نوع من أنواع العلم الذي يفضي إلى التصور الصحيح، يفضي إلى التصور الصحيح.
وهذا الكلام عليه مآخذ، عليه مآخذ كثيرة، لكننا نعرض عنها الآن طلبا للاختصار ومنعا للتشويش على الأذهان. على كل حال، جرى الناس على تعريف هذه المفردات أو هذه المصطلحات التي قد تكثر في كتب أهل العلم، سواء كانت الكتب كتبا عقدية أو كانت كتبا فقهية أو كتبا أصولية، يعنوا بتعريف معنى الصلاة، معنى الزكاة، معنى مثلا الصيام، معنى كذا. هذه معاني كثيرة تستعمل. احنا كنا تكلمنا في الدرس الأول الذي كان قبل يعني عدة أشهر، تكلمنا عن المصطلح والاصطلاح، تعريف ذلك، ولماذا عني أهل العلم بالاصطلاحات، وأطلنا في هذا بما يغني عن ذكره الآن. لما نتكلم عن علم التوحيد نرى أنه مركب من إيه؟ من مفردين مضافين، أو من مفردتين مضافتين، الأولى كلمة علم والثانية كلمة التوحيد. فإذا أردنا أن نعرف فإن المنهج الصحيح يقتضينا أن نعرف كلمة علم أولا، ثم كلمة التوحيد ثانيا، ثم الكلمتين إذا أضيفتا علم التوحيد، ثم إذا كانت كلمة علم التوحيد هذه الجملة أو هذه المضافة والمضاف إليه صارت علما أو لقبا على شيء معين، ما هو هذا اللقب وماذا يفيد؟ لو استنطقنا معاجم اللغة فإنها تفصح بأن مادة التوحيد أو مادة وحدة تدور حول انفراد الشيء بذاته أو بصفاته أو بأفعاله، وأنه لا نظير له، كل شيء واحد أو متوحد، يبقى شيء متفرد، شيء متفرد، فهو واحد فيما لا نظير له فيه. يقال هذا واحد زمان، يعني لا نظير له في زمان، لا نظير له في زمان، أو لا نظير له بين أقران. فإذا قيل التوحيد فالتوحيد مصدر، قلنا إن المصدر ما يدل على إيه؟ مصدر ما يدل على حدث مجرد عن الزمان، حدث مجرد عن الزمان. إذا قيل إيه؟ مصدر وحد، يوحد توحيدا، هذا هو المصدر، توحيد، وحد يوحد توحيدا، فهذا مفعول إيه؟ مطلق، مفعول مطلق. ومعناه حينئذ كما يقول بعض اللغويين أحد أمرين، إما جعله واحدا أو اعتقده واحدا، جعله يعني جعل المتعدد واحدا أو اعتقده واحدا. يبقى التوحيد لغة له معنيان، المعنى الأول جعل المتعدد واحدا، فتقول فلان وحد البلاد، وحدها يعني جعل أقطارها المتعددة بمثابة قطر واحد، فقد جمع شمال البلاد إلى جنوبها، جمع شرقها إلى غربها، فجمع من جملة هذه البلاد المتفرقة بلدا واحدة، بلدا واحدة، فهذا جعل المتعدد واحد. أمر الثاني اعتقاد الشيء واحدا، وهذا بمعنى إثبات النسبة، نسبة الوحدانية، وهذا لا يتحقق إلا بنفي وإثبات كما يقولون، نفي الحكم عما سوى الموحد وإثباته له، نفي الحكم عما سوى الموحد وإثباته له، هذا معنى اعتقاد الشيء واحدا، هذا كله بالمعنى الايه؟ اللغوي. طيب ما معنى التوحيد اصطلاحا؟ لما نقول اصطلاحا يبقى عند علماء من؟ عند علماء العقيدة، عند علماء الإيمان، عند علماء الشريعة، عند علماء التوحيد، عند علماء الفقه الأكبر، بحسب هذه الأسماء التي نعرفها لعلم التوحيد. التوحيد إذا تكلمنا عن معناه من الناحية العقدية
هو إفراد الله تعالى بالعباد مع الجزم بانفراده سبحانه وتعالى في أسمائه وصفاته وأفعاله، فلا مثيل له في ذاته ولا نظير له في صفاته ولا شبيه له في أفعاله، وهو وحده المتفرد باستحقاق العبادة دون شريك. ده معنى التوحيد بالمعنى العام، المعنى العام اعتقاد أن الله سبحانه وتعالى هو المعبود وحده المطاع وحده المتفرد بصفات الجلال ونعوت الكمال، وله الأسماء الحسنى والصفات العليا. هذا معنى التوحيد بشكل إيه؟ بشكل إجمالي، عبادة الله وحده لا شريك له مع الإقرار له سبحانه وتعالى بالوحدانية في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله. بعض الشافعية يقول التوحيد فعل للموحد وهو وصف الله تعالى بالوحدانية، وذلك نوعان: توحيد في ربوبيته وهو الحاصل بعد توحيد الذات والصفات، وتوحيد في ألوهيته. ففصل شيئا من التفصيل فقال إن التوحيد على نوعين: الأول توحيد في ربوبيته تعالى وهو الحاصل بعد توحيد الذات والصفات، يعني اعتقاد أن ذات الله تعالى واحدة وأنه سبحانه وتعالى منفرد بهذه الصفات التي لا تشبهها صفات ولا تماثلها صفات. والثاني هو توحيده سبحانه وتعالى في ألوهيته أي في عبادته. وتتفاوت تعبيرات العلماء عن هذا التوحيد وعن معناه، لكنه يدور حول اعتقاد تفرده سبحانه في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته، وتخصيصه سبحانه وتعالى بالعبادة دون شريك. طيب، هذا التوحيد بمعنى التصير والجع أم بمعنى الاعتقاد؟ معنى الاعتقاد، بمعنى الاعتقاد. طيب، هذا معنى التوحيد في المصطلح العام الشرعي. طيب، معنى العلم، معنى العلم لغة أيضا واصطلاحا، العلم إدراك الشيء على ما هو به في الواقع، أو إدراك الشيء إدراكا جازما مطابقا للواقع عن دليل، أو الإدراك الواقع بالبصيرة الذي يشبه الإدراك الواقع بالبصر. تقول إن العلم إدراك بالبصيرة يشبه الإدراك الواقع بالإيه؟ بالبصر. وهذا كلام تحته كلام كثير، العلم بيبقى إدراك بالبصيرة يشبه إدراك البصر، يعني فيه من القوة والوثاقة والجزم، لأنك إذا نظرت إلى شيء فقد أدركته، فإذا لم تنظر إليه بعينيك ثم نظرت إليه بعقلك وفكرك وإعمالك للنظر فأدركته إدراكا يشبه الإدراك البصري، فقد حصل لك العلم في قلبك، قد حصل لك العلم في قلبك. ابن القيم رحمه الله يقول: العلم نقل صورة المعلوم من الخارج وإثباتها في النفس، نقل صورة المعلوم من الخارج وإثباتها في النفس. فإن كان الثابت في النفس مطابقا للحقيقة في نفسها فهو علم صحيح. طيب، إذا كان غير مطابق يبقى علم إيه؟ علم فاسد، يكون علما فاسدا أو غير صحيح. وعندئذ قد يصح نفيه، فيقال إنه ليس بعلم إنما هو وهم، قد يصح عندئذ نفيه فيقال إنه ليس علما وإنما هو إيه؟ وهم، لأن العلم إدراك جازم مطابق للواقع عن دليل. طيب، هل معنى هذا أن غلبة الظن لا تدخل في العلم؟ لا تدخل في العلم، ولهذا العلم ينبغي أن يعرف أنه على فردين: فرد الأول ما ذكرناه، والثاني الظن الغالب الراجح،
كما قال الله تعالى: فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفر. علمتموهن هنا ما معناها؟ معناها غلب على ظنكم. لماذا؟ لأن هذا الأمر لا سبيل إلى معرفته ولا التحقق منه، لأنه أمر متعلق بالقلوب، وإنما يمكن امتحان هذه المرأة وأخذ البيعة منها بعد أن تمتحن. فإذا امتحنت فدل هذا الامتحان على أنها مؤمنة، حكم لها بالإيمان وعلم أنها مؤمنة، لكنها قد لا تكون كذلك في الواقع ونفس الأمر. فهنا: فإن علمتموهن مؤمنات، أي غلب على ظنكم، غلب على ظنكم بظهور أمارات التي تدل على كونها مؤمنة. لذلك قال بعضهم: وفي تسمية الظن علما إشارة إلى أن الظن وما يفضي إليه القياس جار مجرى العلم، جار مجرى العلم. وكما يطلق الظن على العلم في بعض آي القرآن الكريم، كما في قول الله تعالى: الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم. ما معنى يظنون؟ يعتقدون اعتقادا جازما، اعتقادا جازما لا تردد فيه. فليس المقصود بالظن هنا ما رجح على ما لم يرجح، يعني ليس الظن إدراك الطرف الراجح، لا، هنا طرف لا يقابله مرجوح أصلا. يظنون أنهم ملاقوا ربهم، يعني يعتقدون اعتقادا جازما لا شك فيه ولا يقابله نوع من التشكك أو الوهم. وعليه فإن العلم اصطلاحا يطلق على مجموعة من المعارف الظنية الراجحة والقطعية أيضا، والقطعية أيضا. فإذا كانت هذه المعلومات القطعية والظنية منظمة في موضوع معين له أقسام وتفاصيل وكذا، صار هذا علم، يعني موضوع علم التوحيد مثلا عبارة عن كلام عن ذات الله عز وجل، كلام عن الإيمان بذات الله تبارك وتعالى وما يجب لهذه الذات من الصفات وما يجب لها من إفرادها بالعبادة، كلام عن الإيمان بالملائكة، بالكتب، الرسل، يوم الآخر، إلى آخر مباحث الإيمان. إذا نظمنا هذه المعلومات القطعية في كتاب ربنا وسنة نبينا المتواترة، والظنية الثابتة بأحاديث الآحاد وبالدلالة الظنية للآيات، نظمناها حول موضوع واحد له أركان ستة مثلا، فإن هذا ينتظم ما يمكن أن نسميه بعلم التوحيد، ما يمكن أن نسميه بعلم التوحيد. والعلم قد يدرك أو قد يطلق أيضا على قواعد ومسائل العلم، قواعد ومسائل العلم، وعلى إدراك هذه القواعد والمسائل تارة أخرى، وعلى ملكة إدراك هذه المسائل تارة ثالثة. وكأن العلم اصطلاحا قد يطلق بأربع إطلاقات أو اصطلاحات: ما ذكرناه أولا، وما ذكرناه ثانيا من مجموعة المعارف والعلوم أو الإدراكات القطعية والظنية ظنا راجحا وغالبا، ثم يطلق على قواعد ومسائل العلم وعلى إدراك القواعد وعلى الملكة التي يقتدر بها على إدراك هذه القواعد وتلك المسائل. طيب، إحنا أضيف عندنا كلمة علم إلى كلمة التوحيد، فما معنى علم التوحيد؟ هذا مركب يسمونه مركبا إضافيا، مضاف إليه. فإذا قلنا إن العلم هو الإدراك الجازم المطابق للواقع عن دليل، بإيه بقى؟ بانفراد الله تعالى في ذاته وأسمائه وصفاته واستحقاقه للعبادة وحده لا شريك له. ومعنى الإضافة واضح هنا، إن العلم هو هذا الإدراك الجازم المطابق للواقع عن دليل، بإيه؟ باستحقاقه تعالى للعبادة. وبماذا؟ وبانفراده تبارك وتعالى في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله. كده فهمنا إضافة كلمة علم إلى كلمة التوحيد، وفهمنا هذا التركيب الإضافي ما معناه.
في شيء يسموه المعنى اللقبي. معنى اللقبي، كنا مثلا شرحنا أصول الفقه وقلنا معنى كلمة أصول ومعنى كلمة الفقه، وأن كلمة الأصول تعني القواعد، وأن كلمة الفقه تعني هذه المسائل العملية المعروفة بأدلتها التفصيلية. فكأن هذا العلم حين يضاف كلمة إلى كلمة يبقى هذه تعني قواعد معرفة الأحكام العملية التفصيلية كذا. طيب علم التوحيد، قلنا علم التوحيد هو هذا الإدراك الجازم المطابق للواقع عن دليل استحقاقه تعالى العبادة دون شريك وبانفراده ذاتا وأسماء وصفات وأفعال سبحانه وتعالى. طيب ذكرنا عند شرحنا لعلم أصول الفقه أن علم أصول الفقه صار يطلق بإطلاق لقبي على علم مخصوص، وهذا العلم المخصوص يغاير هذه الإضافة، إضافة علم أصول الفقه أو أصول إلى كلمة الفقه. هنا أيضا علم التوحيد صار له معنى آخر، معنى لقبي، لقب يطلق إذا قيل علم التوحيد انصرف إلى معنى خاص غير المعنى المستفاد من الإضافة، قد يكون قريبا منه، قد يكون زائدا عليه، قد يكون ناقصا عنه، مهم إن ده صار معنى خاص ومستقل بهذا العلم. وهذا هو الطور الأخير الذي استقر عنده هذا العلم، ويعرف عندئذ بأنه العلم الذي يبحث عما يجب لله تعالى من صفات الجلال ونعوت الكمال وما يستحيل عليه ومن كل ما لا يليق به وما يجوز له سبحانه وتعالى، ما يجوز عليه من الأفعال وما يجب للرسل والأنبياء وما يستحيل عليهم وما يجوز في حقهم وما يتصل بذلك من الإيمان بالكتب المنزلة والملائكة الأطهار ويوم البعث ويوم الجزاء والقدر والقضاء وغير ذلك من مباحث الإيمان. لو قال قائل إن علم التوحيد هو العلم الذي يتعلق بمباحث الإيمان بالله والملائكة والكتب والرسل والقدر واليوم الآخر خير واليوم الآخر والقدر خيره وشره، لكان كلامه من هذه الجهة كلاما صحيحا. بعض العلماء حاول أن يصوغ ذلك بعبارات مختصرة وأن يدخل على ذلك بعض الإضافات، فقال هو العلم بالأحكام الشرعية العقدية المكتسب من الأدلة اليقينية ورد الشبهات وقوادح الأدلة الخلافية. هذا تعريف نقله بعض أهل السنة مع تطوير له مما نقل عن بعض الأشاعرة. فجاء الدكتور إبراهيم البريكان رحمه الله تعالى في كتابه المدخل لدراسة العقيدة الإسلامية فقال، وقد يقال اختصارا هو العلم بالأحكام الشرعية العقدية المكتسب من الأدلة اليقينية ورد الشبهات وقوادح الأدلة الخلافية. يبقى جمع إلى قضية الأحكام الشرعية العقدية اللي هي الإيمان بالله والملائكة والكتب والرسل واليوم الآخر والقدر خيره وشره، عبر عنه بقوله الأحكام الاعتقادية أو العلم بالأحكام العقدية المكتسب من الأدلة اليقينية، وبعدين أضاف جزء جديد قال ورد الشبهات وقوادح الأدلة الخلافية، رد الشبهات وقوادح الأدلة الخلافية. طيب أضاف هنا مسألة الرد على المخالف في باب العقيدة، فجعل من علم التوحيد أو من علم العقيدة أو من علم الإيمان معرفتك للأحكام الأساسية للإيمان ومعرفتك لكيف ترد على المخالف لك في إيه؟ في علم العقيدة أو المخالف لك في مباحث أصول الإيمان أو أصول الدين. فدي إضافة في مسألة الرد على المخالف، فكأن العلم في صورته النهائية في طوره الأخير يجمع بين أمرين، بين التأصيل والرد، بين التأصيل والرد، تأصيل المسائل بأدلتها وتعليلاتها وبين الرد على المخالف فيها. واضح؟ نقولنا حين ذكرنا هذا
يعني في الدرة، قلنا هو العلم بالأحكام الشرعية الإيمانية المستمد من الأدلة المرضية ورد الشبهات وقوادح الأدلة الخلافية. فما الفرق بين هذا التعريف وبين تعريف الشيخ البريكان رحمه الله تعالى؟ هو قال رحمه الله: العلم بالأحكام الشرعية العقدية المكتسب من الأدلة اليقينية. ونحن عبرنا بالأدلة الإيه؟ بالأدلة المرضية. أدلة المرضية لماذا؟ لأن اليقين قد لا يتوصل إليه في كل مسألة من المسائل، هذا من جهة. ولأننا حين ذكرنا العلم قلنا إن العلم يجمع فردين: القطع والظن ظنا غالبا. وعليه فإنه قد يوجد في علم التوحيد أو في مسائل علم التوحيد ما لا نستطيع أن نصل فيه إلى الإيه؟ إلى اليقين. كما لو أن سائلا سأل فقال: هل الموزون يوم القيامة أعمال الإنسان أم صحيفة أعماله أم العامل نفسه؟ قد نختار قولا ونرجحه، لكن هل نحن على يقين منه؟ لا، لسنا على يقين منه. يبقى لا نستطيع الوصول إلى اليقين في هذه المسألة، وقد لا نستطيع الوصول إلى اليقين في مسائل كثيرة من المسائل الفروعية في علم العقيدة وليس من المسائل الأصولية. وأما أصول العقيدة فبحمد الله هي قطعية مستقرة، أما الفروع فمنها ما يكون قطعي ومنها ما لا يكون كذلك. يبقى التعبير باليقينية إنما هو تأثر بما نقل عن غير أهل السنة، بما نقل عن غير أهل السنة، لأنهم يعبرون بهذه التعبيرات يقصدون بها ماذا؟ يقصدون بالأدلة اليقينية ما يعتقدونه يقينا وإنما هو شبهات في أكثره وجملته، وهو الأدلة الإيه؟ العقلية، وهو الأدلة العقلية. لذلك عدل عن كلمة اليقينية إلى المرضية. وماذا نقصد نحن بالمرضية؟ وماذا يقصد أهل السنة بالمرضية؟ يقصدون القرآن الكريم والسنة الصحيحة والإجماع المنعقد المتلقى بالقبول والعقل الصريح الذي لا يخالف النقل الصحيح والفطرة المستقيمة السوية. فهذه مصادر نعتمدها ونقول إنها أدلة إيه؟ مرضية، أدلة مرضية. سواء كانت دلالة هذه الأدلة قطعية أم كانت دلالة ظنية. هذه واحدة. ثم إن بعض الأحاديث التي استدل بها في مسائل العقيدة تسمى أحاديث آحاد، أحاديث آحاد. وأحاديث الآحاد يستدل بها في العقيدة، لكن هل تفيد القطع؟ قد لا تفيد القطع، وقد تفيد لكنها لما كانت دلالتها تتفاوت، فربما كان الحديث أحاديث آحاد لكنه نص في باب، يعني لا يحتمل في الفهم إلا وجها واحدا، لكنه قد يرد أن يأتي حديث أحد ويحتمل في الفهم أكثر من إيه؟ من وجه. فعندئذ يقال ماذا؟ يقال إنه ظني في دلالته. ويمكن أن نعرف التوحيد باعتبار موضوعه. يبقى إحنا عرفناه فقلنا هو العلم بالأحكام الشرعية الإيمانية المستمد من الأدلة المرضية ورد الشبهات وقوادح الأدلة الخلافية، يعني يكون لنا منهج في التعامل مع الشبهات العقدية أو المخالفات العقدية التي ترد إلينا تارة من المرجئة أو ترد إلينا تارة من المعتزلة أو من الجهمية أو من الخوارج أو من الرافضة، لهم شبهات. فلابد أن يكون لنا منهج صحيح موثق في الرد على هذه الشبهات وإلزام المخالفين الحجة وإقامة الحجة عليه. فإذا وجد هذا المنهج واستقامت طرائقه واستتبت سبله وعرفت وانتظمت واجتمع لنا من هذين الجزئين ما يمكن أن نسميه بعلم الإيه؟ التوحيد أو علم العقيدة أو علم أصول الإيمان.
إذا أردنا أن نعرفه بحيثية أخرى وهي حيثية الموضوع، نعرفه من خلال موضوعه، فإنه يمكن أن يقال أن علم التوحيد والعلم الذي يبحث في ما يجب لله تعالى وما يجوز وما يمتنع، وهذا يشمل أنواع التوحيد الثلاث: توحيد الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. يبقى نحتاج حتى نكون من أهل هذا العلم أن نصدق بجملة العقائد الثابتة في كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم والمتعلقة بأركان الإيمان الست. هذه أولا. ثانيا، أن تكون لنا قدرة تامة على إثبات تلك العقائد المنسوبة إلى دين نبينا صلى الله عليه وآله وسلم بإيراد الحجج الباهرة ودفع الشبه الباهتة. يكون عندنا هذه القدرة، إذا تمكننا من هذا فإننا بذلك تكون لنا نسبة صحيحة إلى علم التوحيد أو إلى علم العقيدة أو إلى علم أصول الإيمان. أكتفي بهذا المقدار، وأسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعني وإياكم بما قلنا وبما سمعتم، وإن شاء الله تعالى في أول الدرس الآتي أجيب عن هذه الأسئلة لأن الوقت قد ضاق، وأسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعني وإياكم بما قلتم وما سمعتم، وأن يجعل ذلك حجة لنا لا علينا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.